أهلا، اليوم حعمل معاكم أليس كيكة جوز هند. أول شي عندي المكونات الجافة: دقيق وبيكنج باودر وملح وسكر، زبدة بدرجة حرارة الغرفة، والمكونات السائلة: بياض بيض مع حليب فانيلا، ونخلطهم. هنضيف المكونات السائلة بتدريج على 3 دفعات، وبكذا يكون جاهز معانا الخليط. هنوزعه في صينيتين مدهونة بزيت ودقيق، ونخبزه بفرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 350. للبيستري كريم هحط حليب جوز هند في القدر مع حليب بقري وفانيلا نوعها كويس، وهخلطهم وأحطهم على نار هادئة. هحط صفار بيض، سكر ونشا، وهخلط إلين ما يصير القوام لونه فاتح وتقيل. هحط شوية من الحليب الساخن على البيض عشان نخلي البيض دافي، ونرجعه كله على القدر ونحركه إلين ما يصير معانا تقيل ويبدأ يطلع معانا فقاقيع. نرفعه عن النار ونغطيه بنايلون عشان ما يكون طبقة. للتشيز فروستينج عندي جبنة كريمية وسكر بودرة، كريمة جوز الهند وزبدة. هنخلطهم إلين ما يصير القوام ناعم. استوت معانا الكيكة، هنخليها تبرد تماما، بعدين نقصها من فوق عشان يصير السطح مستوي. هنقسمها بالنص وهنحط في النص البيستري كريم، وآخر شيء التشيز فروستينج. زينها بجوز هند محمص، وبالعافية.